السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عندنا كرنب كده هنعمله. زي ما انتم عارفين بقى ان الشتاء ده دايما بيجي بخيره وبالاكلات طبعا اللي بتقوي المناعه جدا جدا. فطبعا ايه، جبنا بقى كده الكرنب، الكرنبايه بتاعتك عشان تنقيها بقى او يعني تعمليها وتطلع معاكي كرنبايه حلوه جدا. لازم اما تيجي تخبطي عليها بالمنظر ده تحسي هي ان هي مليانه بس مش مكبوسه، تلاقيها ايه، بصي بتطبل كده اهو، وتحسي ايدك كده ايه ان هي مش مكبوسه قوي عشان تعرفي تفرغيها. لو لقيتيها مكبوسه قوي، بس دي ناشفه كده من جوه، فدي مكبوسه قوي، فلما تيجي تفرغيها تفرغي منها شويه وتلاقيها في الاخر ايه، عامله بالشكل ده كده. فعشان تفرغيها، عشان تفكيها يعني من بعضها وتعمليها ورق زي كده، فايه، فبتضطري بقى ان انت تحطيها على النار تغلي عشان تعرفي تفرغيها كويس عشان ما تتكسرش منك. اما اللي زي كده لا، بتكون كويسة جدا في التفريغ. بنفرغها بقى ازاي؟ زي احنا ما عارفين طبعا اهو كده، بسم الله اهي، باخدها كده يدوب، بشيل بس الجزء اللي ايه، اللي هو اللي هنا ده، وخلاص على كده اهو، يدوب بمجرد ما بتشيل الجزء اللي فوق ده بتلاقيها ايه، خلاص على كده اتعملت معاكي بمنتهى السهولة. افرغها بقى زي كده وارجع لكم بقى اوريكم هنعمل ايه تاني. عندي بقى كده الميه حطها عشان تغلي، هعمل ايه بقى؟ عندي هنا رشه ملح، رشه سكر، رشه كمون. طبعا بنكتر في الملح ونقلل في السكر، وايه، ونحط رشه الكمون. اما بتحطي فيها سنه سكر كده بتلاقي طعم الكرنب بيكون جميل جدا. ورشه الكمون عشان الانتفاخات، لان طبعا عارفين ان الكرنب بيعمل انتفاخات رهيبه، فرشه الكمون دي تمنع الانتفاخ. عندي بقى كده الكرنب هنزل بيه اهو، انزل بيه كده على ايه، على الميه المغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بتكون نسبه وتناسب كده، يا دوب ان انت ايه تغطيه بس في الميه وياخد ايه حاجه خفيفه كده معاكي، لان الكرنبايه دي كانت خفيفه جدا، انما الثانيه كانت يعني حلوه بصراحه. دلوقتي بقى كده ايه، بعد ما اتسلقت معايا، باخد بقى كده الكرنب بعمله بالمقص كده وبروح قصاه كده. هو بقصه بيبقى بالشكل والحجم ده كده. طبعا بتشيلي منه الجزء اللي هو الايه، الجزء الناشف ده عشان تعرفي تلفيه. انا لما بسلقه ما بسلقهوش يعني سلقه قويه بحيث ان هو ايه يتهرى مني، لا انا بحب اسلقه يكون ناشف شويه فعشان اعرف اعمله. خلاص، لا لا سيبه خلاص. فضل بقى كده نحضر الخلطه بتاعته. زي ما احنا عارفين ان احنا بنحضر الخلطه، صلصه بصل متحمر وعليه طماطم، وكمان بحط بغسل الخضره وبقطعها صغير واحطها عليه، بحط عليها ملح وفلفل وكمون، وهوريها لكم دلوقتي هعملها ازاي. بقى عملنا الخلطه، حطينا الرز وعليه الخضره وعليه صلصه الطماطم، وحطينا عليه كمان الملح والفلفل الاسمر وايه والكمون. هقلب بقى كده الكلام ده كله ونبدا ان احنا ايه نحشيهم كده زي ما انتم شايفين. بقى قلبت الكلام ده كله كده في بعضه، هحشيه بقى، وبعد ما احشيه اوريهم بقى عملت ايه. حطيت هنا ميه وملح، وحطينا ايه الفلفل الاسمر والكمون، احنا حاطينه ايه في الوصفه نفسها. هنحط بقى كده على المحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحده واحده كده نبدا ان احنا ايه نشربه كده بالايه، بالمحشي. نشرب المحشي ايه التشريبه اللي احنا عملناها دي، هحطها معايا على النار وهدي النار بقى بعد ما تبدا تتشرب واوريها لكم، وبعد ما يستوي اوريه لكم. دلوقتي بقى اتعمل معايا زي ما انت شايفه كده، ما شاء الله عليه جميل جدا. بصي بقى اللون الجميل كده والشكل الحلو ده، بتمنى بقى يعجبكم تجربوه. لو عجبكم بقى ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات والمتابعه، وبقولي رايكم ايه.